السلام عليكم، أهلا بكم في درس الملاكمة. اليوم أريد أن أريكم كيف تستطيع أن تتقدم إلى الأمام لكي تتقرب إلى الخصم، وبعد تستطيع أن تضرب حتى ولو أنت الملاكم أقصر تستطيع أن تتقدم. طبعا فيك أكثر من طرق، لو تذهب مباشرة إلى الأمام طبعا تأخذ ضربات، أنت تذهب مع الخط إلى الأمام وتأخذ ضربات كان مسكر، ولو أنت تفتح تريد أن تضرب ممكن تأخذ ضربات. لهذا لو تتقدم من الأمام تتقدم مسكر، ولو تريد أن تضرب الهوك أحسن أن لا تضرب هكذا، أحسن تدور. هذه الطريقة أصلا خطر لما تذهب إلى الأمام، لأن الآخر ممكن يضرب إلى الأمام مستقيم وتأخذ ضربات، لازم تكون قوي في هذه الطريقة. طريقة أخرى تستطيع تذهب إلى اليمين وتأتي من طريق اليمين، نفس الوقت تستطيع أن تضرب الجاب، تذهب يمين وتضرب الجاب وتتقدم أيضا إلى هذا الطريق. هذه الطريقة أكثر أمان لأنك تذهب من اللاين الخصم. ها هو لو هو يضرب باليسار طبعا هو لازم أن أولا يدور لكي يستطيع أن يضربك، هذا أكثر أمان. وتتقدم من اليمين، تتقدم مع الجاب أو بدون جاب، تستطيع أن تضرب الجاب وسريع تذهب إلى اليمين. لما أنت قريب تضرب مازال ممكن تنزل من بعض. وطريقة أخرى أذهب من اليسار أكثر خطر، لأن لو آخر يضرب باليمين القوي هو يستطيع أن يضربك، أنت تذهب إلى يمين منه. هذا أيضا عمل كثير مايك تايسون، أنه ممكن يتقدم مع اليسار مستقيم، يضرب المستقيم يسار أو في نفس الوقت هذا يضرب في نفس الوقت. ماذا يستطيع أن يعمل؟ لا يضرب، ها يضرب مستقيم ويحمل اليسار، والآن يأتي أكثر قوة. لو أنا هنا بوم أستطيع أن أضرب أكثر قوة لو لا أضرب في نفس الوقت، ها لأنني أستطيع أن أحمل الضربة، أستطيع أن أحمل الضربة بوم. وطبعا لما أنت هنا أنت تذهب إلى اليمين الآخر، أنت ممكن تنزل تضرب اليمين، لأنك تقدمت إلى اليمين من الخصم وهذا خطر. إذن للمبتدئين لا تتقدم مباشرة لأنك تأخذ ضربات. طريقة أخرى أنك أصلا لا تتقدم، انتظر حتى الآخر يتقدم وبعد أنت ممكن تنزل تعمل شوية سليب وبعد تضرب. طريقة أخرى أنك تنتظر اللحظة لما هو يضرب، هو يضرب في هذه اللحظة هي طبعا الأحسن. أحسن شيء في هذه اللحظة لما هو يضرب أنت تعمل سليب وبوم وتضرب، هذه الأحسن، أحسن لحظة. بس هذا لازم يكون عندك خبرة، لكي عندك خبرة أولا الخبرة المسافة، وثانيا أنت تعرف متى هو يخرج وأنت في نفس الوقت تذهب أو يمين أو يسار. والحركة بعدها لما تذهب يسار طبعا أن تنزل أو تنزل مستقيم، لو تنزل مستقيم تستطيع أن تضرب اثنين، لو تنزل هنا تستطيع أن تعمل سليب، أو تنزل هنا تستطيع أن تضرب. ها هو سوف ممكن لا يعرف، ها لو أنت هنا أنت تذهب بوم. أشكركم، إذا يعجبكم القناة اضغطوا اللايك، اشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.